افراد فرقه الامن والتحري للدرك الوطني بقصر الشلاله مجموعه تيرت من الاطاحه بشبكه اجراميه مختصه في المتاجره في الاقراص المهلوسه لغرض ترويجها وسط بلديه قصر الشلاله والبلديات المجاوره لها. العمليه مكنت من احباط صفقه بيع وشراء الاقراص المهلوسه على مستوى بلديه قصر الشلاله، حيث تم توقيف سياره سياحيه محل المعلومه بعد تفتيشها تم العثور على كميه معتبره من الاقراص المهلوسه مخبأة بإحكام بالمقعد الأمامي لمرافق السائق، بالإضافة إلى المبلغ المالي المتفق عليه من طرف المشتبه فيهم، حيث تم توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا وحجز كمية تقدر ب 7155 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام ومبلغ مالي قدره 325 مليون سنتيم كعائدات إجرامية، إضافة إلى حجز وسيلة نقل تستعمل في النشاط الإجرامي. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من